ابو جبل مختلف. ابو جبل وصل لمرحله من التوهج لاخر مراحلها. طبيعي لما بتروح برامج بقى وده يسلم عليك وده مش عارف ايه وده يعزمك وده مش وده يتكلم عنك كويس وكريم رمزي طياتك في البرامج بتاعه وسيف زاهر وده والدنيا هوب هوب والدنيا تتشقلب. ما هو ده يعني ما هو غصب عنه ده انا بني ادمين. غصب عنه اكيد هيجي له نوع من انواع الاشباع وبالتالي تركيزه هيقل غصب عن. احنا اي فريق او اي لاعب بيوصل لمرحله من المراحل التفوق الى اخر مراحلها الكيرف لازم هينزل بعديها على طول لازم. لان احنا ساعدنا في كده يعني احنا كاعلاميين او كاعلام مصري ساعد في هذا الكلام. فاهمني يعني طيب. ساعد في هذا الكلام ليه؟ طيب. لانه يعني زي ما انت شفت الحفله اللي اتعملت قبل كده خارج من تركيزه وبالتالي وموضوع التجديد طبعا مليون في المية اثر عليه والكلام اللي بيتقال ان هو توقع للنصر فجمهور الزمالك زعلان منه فكل ده مأثر عليه بالتأكيد يعني طيب. احنا بشر.